مايله وبختها حل. صلى على الحبيب كده. انا مديك احلى سمك. صلى على النبي. وحد الله. قد ايه؟ كل من قال هات شيل. كل من قال هات شيل النهارده. ب 110 كانوا نص يا باشا. ارفع رجلك يلا وهات الفلوس. اتنين كده. طب ايه يا حاج؟ ارفع ايدك. صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع بصراحه الاخباري. معكم مصطفى شريف محمد مختار الصحفي بالقاهره. انا اتعرف النهارده على اسعار السمك في محافظه مصطفى شريف وهنعرف السمك سعره ايه. تعبانه فلوسك العسل يا ده كده يا استاذ. 8 كيلو ب 1200 ومعاك ربع في سماء في مطبطين. 160 ربع واحد. طب ماشي يا استاذ يلا 1240. خلصي يلا عشان حسابي. حاسبني يلا. صباح الفل. حلوة الحمد لله. السمك بكام النهارده يا معلم؟ ب 80 جنيه سعر التكلفة. إيه؟ احنا اللي بنبيع وبنضحي النهارده والله. الرومي ده من عند الحاج ابو عبد الله وببلاش النهارده. عند المسامح يا حاج. الدنيا حر ما فيش سمك كده. والله ما فيش سمك كده. كله كده يا باشا. كله كده يا باشا. بتنقل السميني. ايوه اي واحده حتى وانا افتحها. انت واخد يا قمر 14 2 ونص 375 يا حبيبي. عايزه كام كده؟ عايزه 125 لسه. طلع السبع عشان اتفضي. يلا دعاء. استنى يا عم بقى اتحسب الراجل ده. واحد اثنين ثلاثة ونص لسه 25. السمك في محافظة كفر الشيخ بيشرب شاي زي ما احنا شايفين كده النهارده. شايفين السمك سمين ما شاء الله تبارك الله. وسعر السمك النهارده ب 100 والله ما انا واخداه. وسعر السمك الشبار ده 80 جنيه. يا عسل 1050. هنحسبها 1240 هات 1200. قد ايه؟ صلى على النبي. صلى على النبي. 2.5 بال 200 يا دهم يلا. طلع 200 يلا. طلع 200 يا ولا. صلى على الحبيب. السمك ده بيشرب ايه يا معلم؟ ميه معدنيه. بياكل مكرونه ونايتي يا حلوه والله. بتاع الناس المسامحين يا حاج. 8 جنيهات والغاله مات يا حاج. انا بتاع الغلابه يا حاج. هنخلص. خلاص 80. خدهم على التشتغيف عليا. والله ما انا واخداه. على الطلاع تخطيط. على الطلاع. على طلاعك ما انا واخداهم. ده هو ب 150 وسايب لك ربع كيل. هاتي بس. اما اديك احسن حاجه ما تتكلمش. هاتي دعاء كيل. التفاح الامريكاني شكل يا ولاد. الساعه يا ولاد. كانوا ربع يا ولاد. ده المال اللي المال اللي ده. الحلال اهو. كده يبقوا 1350. زود 100 على القديم يا عسل. اكبب انا اعمل لك ايه يا شايف ام حسن يا خال. كيلو كيلو 100. عايزه تاني. كم سمكه كيلو معلم؟ 3 في الكيلو والثلاثه كيلو ربع. 3 كيلو ربع. طب بالرزعة. ايوه خليك واقف معاه كده. كيلو ربع بوري يا حاج. لو على 100 بس قاطعين 130 بتديني ايه يا حاج؟ مش واخده يا قمر 14. انا ماليش. الدفع قبل الرفع يا قمر 14. ده فلوس ناس. انجز. 130 على 100 بس. هتاخد ايه يا استاذ بهاء؟ جود مورنينج يا عسل. على 130 تاني كده معلمه دي. جود مورنينج يا باشا. بكام ده يا معلم؟ كام يا معلم؟ 150. تعي المعلم يا ولا. تعي الواد المسامح يا حاج. تعي الواد ابو يرفع حلوه يا حاج. 5 اهي 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 اهي. المال الحلال اهو يا عم الحاج. ربنا يوقف حالك اكتر ما هو واقف. خد يا بنتي. اهدي. هو ايه ده يا ولا؟ وين اللي عليه البهاريز ده يا ولا؟
قال لي عليا البارز ده يا حلو. وارز انا هطرم له 100 شمعي ده الابيض يا باشا. بتاع البت الحلوه يا باشا. خش على النمبر 1 يا باشا. كم الشمعي ده ببلاش النهارده. المال الحلال اهو. ربنا يعوض على صاحبه النهارده. ب70 اديله كيسه كبيره يا عبد الله قايل. كيسه كبيره. عبله واديله. الواحده مش بالكيلو. القراميط ب60. امسح ايدك فين؟ امسح ايدك يا استاذ. امسح يا باشا. معلمه. ده اكل عشني. المال الحلال اهو. اغني اقول ايه؟ على عيني. على عيني يا حبه عيني. جيالك هوا. من نسمتها واختار عيني هنعدي سوا. لو بينك بحور وبيني خد. ربنا يوقف حال اللي جابه والله. ليه معلش يا بنت كده دمها خفيف المعلمه دعاء كمان 50 بتلاقي زباينها بالاغاني. وزي ما احنا شفنا كده على عيني يا حبه عيني للمعلمه دعاء في سوق السمك. وبنرقص وبنطبل على ما نلم فلوس الناس. والناس والمال الحلال. لا ما اتفقناش على كده يا عم. المال الحلال اي عسل. عايزه سلامته. حته انجليزي كده. حته انجليزي. وزع طايم ازيت ناو. يلا رد عليا. الله. طب يلا يا استاذ رد عليا. واتس يور جوب؟ الساعه 7:27 دلوقتي. طب واتس يور جوب؟ اتعلمت الانجليزي فين يا معلم؟ انا متعلمه يا باشا. معهد فني تجاري يا باشا. والله العظيم. والله العظيم معهد فني يا باشا. معهد فني تجاري. اه. الانجليزي حلو يا معلم. ها؟ أه؟ تسافر بره عشان الانجليزي. يا ريتك تسفرني. طب ايه اللي وديك السمك بقى؟ البدايه ايه؟ اكل عيش. مين اللي وداك؟ كالو ربعي ب50. مين اللي وداك تشتغل السمك مع اختي الكبيره؟ اختي الكبيره المرحومه الله يرحمها هي اللي علمتك التجاره. اه انا طلعت انعزلت ما لقيتش اكل. لقيتي بنتك دي؟ اختي. هي اللي وصلتني يعني ان انا ابيع. ما كنتش لاقيه خالص. ما فيش بقى معلي سواق بقى وكده. اه مفيش. طلعنا معزولين ما لقناش. اكتر خبره خدتها من اختك هي معلمة. الاول كنا بنجيب سمك الجوابي ده الكيلو كان بريال وبربع جنيه. كنا بنبيع الاربعه كيلو بجنيه والخمسه بجنيه. ما عادش الكلام ده يا باش مهندس. انت واخد اربعه كيلو كده هات 10 كمان. سمك الجوابي ده اللي هما بينزل الميه ويحط سمك الجوابي ده اللي هو بتاع بلطيم. بنقعد على بره على ما اللانش يطلع السمك من البحر وناخده. كان بيدينا الوزنه بنص جنيه. الوزنه ب75. الوزنه دي اللي هي ال 2 كيلو. الوزنه اه معلمه. علمها 32 سنه دلوقتي كده. اه السمك بيقولوا ده كده السمك. اه اتعلمت من اختك ايه بقى؟ الامانه والضمير. الضمير هو سر النجاح في كل حاجة. عندك ضمير بتنجح في شغلك في أي حاجة الحمد لله. والحلال اتعلمنا الحلال ما بنسرقش. علمتك يا الرخ. المال الحلال هو الله. حلال بالصلاة على النبي. وريني كده يا معلمه كده المال الحلال ده. اهو والله قشطه. الصلاه على النبي. ده بوري ولا طوبار يا معلم؟ ده طوبار بس قشطه. ده طوبار بس قشطه. ما ينفعش بقى. حبيتين كيلو ب 150. سمكتين كيلو وب 140 لو عاوز. يلا يا باشا. حاطط احمر اهو. ايه؟ حاطط احمر. ايه؟ داخل كوافير اباظه. وان ما كانش بوري مش ضروري. كوافير اباظه ده فين يا معلم؟ كوافير اباظه دي في النبا ولا مش عارفه فين؟ ما اعرفش. الشيخ يعني. اه هنا بالصلاه على النبي. مشهور كمان ولا ايه؟ ايوه مشهور. في الاوقات. كوافير اباظه في الاوقات. بتودي السمك ده عند اباظه يعني. يا عم علي. واخد اي عسل؟ من نون يابا. خد يا عسل. عايزه 30 جنيه. الناس بتحبك يا معلمه وبحبك. السلام والله من دول بره. بالصلاة على النبي. احنا محبوبين في كل مكان والله العظيم. والله العظيم الناس كلها بتحبنا لامانتنا
وال كل الناس كده حبايبني، الناس كلها بتحبني. احنا لو مش بنحبك مش هنيجي نصور معاك. يا صباح العسل، صباح الجمال، احلى صباح على الناس الحلوه كلها. صباحي بقى على الناس اللي بتصب عليك كده بقى بالانجليزي بقى. انا بصب على كل الناس اللي بيشوفوني وبيسمعوني وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعقبال الاسبوع الجاي ان شاء الله. حته انجليزي بقى تصبيحه عليهم بالانجليزي. لا جود نايت بقى عشان احنا بقينا الضهر. جود نايت يا باشا. لسه الساعه 7 يا معلم. السبعه دي بقى خلاص اهو شويه وهنقفل اهو. اه 7 كلوك. جود مورنينج. جود مورنينج. على كل اللي بيحبونا وبيسمعونا وبيحبوا سمكنا وبيحبونا. السمك ده برضه راح اباظه ولا ما راحش اباظه؟ كله رايح اباظه. ده راح اباظه. ابو مكه مودي السمك كله اباظه. طب كام السمك ده يا معلم؟ ب 80 جنيه. ما شاء الله. سعر التكلفه للزبون. ده قال عن 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 شهر تقريبا كان الوصف ده كان بيتباع ب 100. قال لي اه. ياما يا عم. زي ما احنا شايفين كده مشاهدينا ومتابعينا سعر السمك 80 جنيه و100 جنيه سعر السمك. ثلاث حبيات كيلو، اربع حبيات كيلو، هتلاقي هنا كل اللي انت عايزه عند المعلمه دعاء اشهر تاجره سمك. مش هقول هو رومي. شوف السمك عامل ايه. اللهم صل على النبي. ظهر السمك ايه؟ سوى وظهر يا باشا. يا معلمه سمكه السمينه من الظهر محمده بالصلاه على النبي. ايوه اهو دي كده تعرف ان السمكه سمينه. بالصلاه على النبي اهو. ده السمكه لازم رومي مدوره كده ما شاء الله. كيسه كبيره للحاج بهاء يا بيه. ما غنتش للسمك؟ والله بنغني وبنعمل كل حاجه، اكل عيشنا هنعمل ايه؟ قولي لي السمك النهارده. هقول اللي يحب النبي يصلى عليه. صلى الله عليه وسلم، دي احسن حاجه النهارده. الله معاك. اللي يحب النبي يصلى عليه، كل ما تزيد النبي صلاه ربنا بيرزقها. الحمد لله. صلى على النبي يا معلم. احنا كنا فين وبقينا فين؟ نحمد الله على عطيته. احمد ربنا على كل شيء، ربنا يخلي لي ابني بس. لحلت من الدنيا كلها اللي مش عايزه اي حاجه غيره. جوزتي ولا لسه؟ جوزت ومخلف مكه وطماره، وربنا يديه حته عيل لهم يا رب. السمك ده اسمه سمك ابو مكه يعني. ده سمك ابو مكه واحنا تبع ابو مكه. تبع ابو مكه. كلنا شغالين تبع ابو مكه. فين ابو مكه بقى الوقت؟ ابو مكه في الدكان. انت كل سوق اتزغرتي معانا ما اتزغرتش النهارده ليه؟ ها؟ هنا في حاله وفاه اخت الجماعه ده هم ميتين. فانتوا يعني مش عايزين. اه امال ايه؟ احنا بناكل عيش في سوقهم يا باشا. اهدي. اللهم صل على النبي. شو السمك؟ ده ب 140 جنيه. الصلاة على النبي. شوف السمك ايه؟ اهدي. هو رومي. انا دعيت لك ربنا يوقف حالك ووقف اهو. اي خدمه احفظ الجمال دي. ربنا رضاك. دعوتي عايز خد اهدي امسك كده. ايه الحلاوه دي؟ رومي يا معلم. هو رومي ولا ايه ده يا ولاد؟ الصلاة على حضرة النبي. الصلاة على النبي. بصراحة الإخباري زي ما احنا شايفين سعر السمك 180 جنيه. اهو امس البوري ب 100 جنيه 8 جرايد زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. البوري ده كام حبايه كيلو يا معلم؟ ده ب 50 جنيه طلع على النبي. ولو وصلت الثلاثه في الكيلو خمس سمكات من دول. ايد الابالي كده 2 كيلو. اه بالصلاة على ما شاء الله اهم. بالصلاة على النبي الخمسه 2 كيلو اهو. خمس سمكات 2 كيلو ما شاء الله اهو. يعني ب 200 جنيه دول يا معلمها. ب 200 جنيه ها؟ دول بكام؟ دولت ب 280. ب 280 جنيه. ب 140. السمك ب 140 النهارده. ولو زبون زبوننا هندي له ب 130. احنا بنرضى بقليلنا الحمد لله. زبونك يا معلمة؟ امال ايه؟ ايوه والله انا 32 سنه خدمه. طب ده زبونك ولا مش زبونك؟ ده انا عارفه الزبون اللي بيسال بره وبيجيني، وعارفه الزبون اللي بيجي من داره عليا. من داره عليا؟ اه. ده زبونك ولا لا؟ ده زبون. زبوني وكان زميلي. انا شفتك بتقولي لواحد كده ابوك الله يرحمه كان بيشتري سمك مني وانت جيت لي يعني ان انت مبسوطه ان هو جالك يعني يا معلمه. امال ايه؟ عارف ابوه. ايوه يا باشا امال ايه؟ مالناش بركه الا زبايننا اكل عيشنا. طبعا الزبون رصيد تليفون. ما معكش رصيد؟
ما بتشتغلش وما بتعرفش ترن ولا تتكلم. الزبون ده هو اللي مأكلنا عيش. يا زبون يا دعاء رصيد تليفون. اه وانت معكش رصيد في التليفون ما بتعرفش تتكلم. يا حبيبي اقول لك ايه؟ بس منها عبد صغيره. ايدك بقى رجلك كده اهو. صغيره. ايدك دي ولا رجلك؟ ايدك دي ولا رجلك يالا؟ ها؟ طب هنختم معانا بقى على عيني حتى معلم. بالراحه بقى. بالراحه؟ ماشي والله ما يرضى. ايدك يا عسل مش رضى ده سيرسه والنبي. ميزان اهو. واقيموا الوزن بالقسط ووفوا الكل والميزان. واعطي لكل ذي حق حق. الشيخ دعاء. ايوه يا باشا ده ربنا اللي قال مش هني. الشيخ دعاء يا عم. الله ينور عليك يا معلم. عندي الكفه فيها يا عسل. يا ست عيب. يا باشي الميزان عندي اهو يا باشا والسنج عندي يا باشا مختوم. واللي يحب النبي يصلي عليه. اهم حاجه صلاه النبي. انت يا شيخ العرب خد بليز لو سمحت تعالي. رايح فين؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ مش شايفني ولا ايه يا باشا؟ طب تعالى يا باشا ابو 130 ب 110 بس تعالى امس علي الطلاق لا تنسى. انا حلفت بالطلاق يا حنفي. حلفت بالطلاق يا حنفي اودي المره ضربوها يا حنفي. خد يا حنفي معلمه هنختم معانا بقى على عيني يا حبه عيني. لسه هنقول تاني؟ نقول تاني. شوفي مين؟ يلا. على عيني يا حبة عيني جيالك هوا اللي مني مزعلني. باي باي بقى. 140 و 130 السمك في محافظة كفر الشيخ زي ما احنا شايفين كده ب 80 جنيه. كده يا باشا اتنين ب 250 و 70 البولت يبقى 320. 340 ده كان لايبنا من كفر الشيخ. كان معاكم محمد مختار صحفي الموقع. حسيتك زي ما انت قلت اهو. لا بس 70 ده مش زي انت ما قلت. هاخد 70. عاجبك ولا مش عاجبك؟ انت عايز تاخد على دماغك.